السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بألف خير. جيت لكم اليوم في هذا الفيديو كيفاش ترسموا على التوب. كنت غادي نرسم هذا الجلابه، كنت بلاتي نصور لكم باش تعرفوا الطريقه. المهم هذه جلابه اصلا ديجا مخيطه، يعني تقدر شي وحده شي توب يكون غير مفصل ما مخيطش، غير كاين واحد الطريقه اخرى انك تفصلي جوج جوايه في دقه واحده. المهم دابا هذه مخيطه، غادي نوريكم. المهم خصوصا المبتدئات ما عارفاش كيفاش يرسموا على الثوب، كما كتشوفوا عندنا هذا الكالك او هذاك كيقولوا ليه ورق الكربون، بابي دو كربون، انا كنقول ليه الكالك وصافي حيت كيكالكي لينا. وعندي هذا الرسمه هذه، لاحظوا معايا كيفاش كندير. كنحط الكالك هو الاول، راه كتكون فيه واحد الجهه، جربوا في الاول باش ما تغلطوش، ضروا تضربوا التامبر على والو، جربوا في الاول بالستيلو في شي توب، شوفوا البلاصه اللي كتكتب فيها، يعني حيت كتكون في واحد البلاصه هي اللي كتخرج هذاك، تكونوا فهمتوني. المهم كتحطوا الرشمه، تحطوا الكالك وتحطوا فوق منه الرشمه. وبالنسبه كيفاش تحافظوا على الرشمه، ديروا لها سكوتش باش ملي دوزوا على الستيلو داكشي ما تقطعش لكم وتبقى لكم الرشمه، تعاودوا ديروا بها ترسموا بها حوايج اخرين. نتمنى عاوتاني تكونوا فهمتوني. المهم كيف ما كتشوفوا صافي، كنبقى متبع الرسمه بالستيلو كيف ما كتشوفوا، كتخرج ليا في التوب. دابا شوفوا الامام، دابا انا درت الجهه هذه اليسرى، والجهه اللي ما تكون مقابله مع ملي تعاودوا ترسموا الجهه الاخرى اللي مقابله مع، تكون الرسمه مقابله مع الرسمه وتكون في نفس البلاصه باش يجيو مقادين. المهم هذه الطريقه نتمنى اللي ما كانش عارف يستفد منها. المهم انا صورت لكم هذا الفيديو باش تستافدوا منه. ان شاء الله ملي غنبدا خدامه في هاد الرسمه هذه، كتجي زوينه، كتجيب لي بغيد والعقيق الوسط. ملي غادي نبدا خدامه فيها غنصور لكم، كتجي رائعه. وبالنسبه اللي بغى الرسمه غادي يقولها ليا ونصيفطها ليه ولا نحطها ليه في الجروب. مهم تمنى هذا الفيديو يعجبكم، ونخليكم مع الكمال ديال الفيديو. شكرا. هيا بعد ما رسمتها راه كتبان واضحه، وخصوصا تكوني هكا مباشره كتبان واضحه، وكتخدمي على خاطرك الرسمه كتبعيها وكتطلع زوينه. المهم اللي مازال ما اشترك في القناه اشترك، علاش لا، باش تشوفوا ان شاء الله الفيديو ديال هاد الطرزه. ان شاء الله غادي كيف نساليها غنحطها لكم. نتمنى الفيديو يعجبكم مره اخرى، الى اللقاء.